قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم إلهنا وربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة اللهم فك حصارهم وفرج همهم ونفس كربهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ملأوا الآفاق نورا وبهاء سرمديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى على تعبهم وجهدهم، وأن يجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء على متابعتكم لهذه الحلقات. اليوم نحن مع الشباب في رحلة في البحر، هي رحلة في الحقيقة لم نطلق عنان المرسى إلى الآن، لا نزال يعني لم نرتحل في البحر، لكنني سأتناقش معهم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالبحر إن شئتم، حتى يعني نستفيد ويستفيد إخواننا وأخواتنا ممن يركبون البحر، وإن كان سبحان الله يعني في السابق ربما كان ركوب البحر أسهل من أصعب من ركوبه الآن. الآن الإنسان يركب البحر وما يشعر أحيانا أنه ركب البحر، يعني عنده الماء الحلو والماء البارد، عنده الفرن الذي يطبخ عليه وربما يصنع عليه أنواع الطعام كما يشاء، عنده ثلاجته، إن أصابه الحر وجد ما يبرده، إن أصابه البرد وجد ما يدفئه. فبعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا ربما أن الحاجة إليها الآن أصبحت أخف من ذي قبل. يعني مثلا أنا أعطيكم مثالا على ذلك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إن قوم نركب البحر ويقل معنا الماء، يعني ناس يركبون البحر الماء الذي يأخذونه معهم بالكاد يكفي لهم لأجل الشراب ولأجل طبخ الطعام، فقال يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، يسأل نحن الآن نسبح في هذا الماء الكبير هل يصح أن نتوضأ ماء البحر أم يجب أن نحمل ماء معنا، أنا توضأ من ماء البحر. فقال له عليه الصلاة والسلام عن البحر، أعطاه قاعدة فيها فائدتان، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فجمع له بين أمرين، الأول أن ماء البحر طهور. هذا يا إخواني يعطينا فائدة مهمة، وهي أن الأصل في المياه الطهارة، بمعنى أنك لو جئت الآن تمشي في البر فوجدت لك ماء مجتمعا بعد مطر، ما تدري متى كان هذا المطر، قبل شهر قبل سنة ما تدري، ولا تدري ما الذي أصاب هذا الماء بعد نزوله، ربما مرت به كلاب تلوثته، ربما مرت به مثلا دواب كالحمير وغيرها فعبثت به وربما تبولت فيه، فجميع هذه الظنون دعها على جنب وانظر إلى الماء، إن كان لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة، رائحته رائحة ماء عادي، طعمه لما تمضمضت به ماء عادي، لونه أيضا لون ماء العادي أو ربما كان متغيرا بطين أو شجر نحوه، هذا ما يؤثر، فإنك تتوضأ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام ماء البحر باقي على أصله الذي خلقه الله تعالى عليه فلا يضر كون هذا الماء مالحا، هو الطهور
ماءه، فالأصل أن ماء البحر يستعمل في ما يستعمل له الماء الطاهر، يعني يستعمل في الاغتسال به، يستعمل في غسل الثياب يعتبر طاهرا، يستعمل في تغسيل الميت، لو مات ميت معنا في السفينة فإننا نغسله بهذا الماء ثم نحفر له وندفنه. وين نحفر ميت؟ يحفر له ويدفن داخل البحر. احنا في البحر، اذا وصلنا ندفنه. طيب اذا خشينا ان نصل ويكون قد تغير، يمكن نطيل للشيخ نقعد شهر ولا ماذا نفعل به؟ طيب يعني لو الان ركبنا البحر ومات عبد الرحمن مثلا، والعمر بيد الله، يمكن تموت، يمكن زين، ماذا نفعل به؟ انا شيخ قصير عاد ما كلش البحر، نرمي في البحر. العلماء يفرقون بين اذا كان بجانبهم مكان يمكن ان يدفن به، يعني مثل ما ذكر عبد الله جزيره او مكان او هم يستطيعون يابسه، يستطيعون ان يصلوا اليها قريبا فيحفظون عندهم اذا كانت المساله ساعه ساعتين ونحوها. اما اذا كان المكان بعيدا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يقولون يوضع له مثقل حتى ما يضعونه في الماء ويطفح بكفنه، يوضع له مثقل يجره الى البحر، أي إلى القاع. ويقول فيه الشاعر: ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا. ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا. هذه يذكر عليها العلم لغز فقهي، يقولون إن في أحوال كثيرة ينوب التراب عن الماء، يعني نستعمل التراب نيابة عن الماء في البر، إذا لم تجد ماء تستعمل نيابة عنه التراب. وقع عليك نجاسة على يدك ولم تجد ماء تغسلها فتستعمل نيابة عنه التراب، تمسحها بالتراب. مثلا في الاستجمار، لو إنسان قضى حاجته من بول أو غائط ولم يجد ماء مثلا، أو كان الماء قليلا أو نحو ذلك، فيستعمل عنه التراب أو الحجر أو نحوه، من لعاب الكلب كذلك، من لعاب الكلب، وإن كان لعاب الكلب يختلف لأنه يستعمل الماء والتراب كلها. فالتراب ينوب عن الماء في أحوال كثيرة. الحالة الوحيدة التي ينوب فيها الماء عن التراب ما هي؟ دفن الميت. في دفن الميت في البحر، ممتاز، في دفن الميت في البحر إذا لم يجد. ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا، يكون بدلا عنه. المقصود أن ماء البحر طهور، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا يا جماعة ما قال الحل طعامه؟ ليش قال الحل ميتته؟ في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. زين، الميتتان هما الجرادوس والسمك وميتة البحر، والدمان الكبد والطحال. طيب بالنسبة لطعام البحر، طبعا أنت الآن إذا أخرجت السمكة هل يجب عند صيدها وعند إخراجها تقول بسم الله والله أكبر؟ لا. لذلك حتى في صيد الطيور، لو واحد مثلا مع السهم أو مثلا سيصيد الطيرة بندقية أو كذا، فإنه يقول بسم الله قبل رميها. إذا رماها وقال بسم الله قبل وأصابها وماتت يجوز أكلها، إذا كان ذكر الله تعالى قبل إطلاقها. هل هذا يعني يا شباب أن الإنسان لو أراد أن أذنك بس تعبت من هالجلسة، لو أراد الإنسان أن يعني لو أراد أنه يصيد سمكة، هل يجب عليه قبل أن يصيد السمكة أن يقول بسم الله؟ لا، الاستعسار يا شيخ. لا، قل أنت رميت سنارة، رميت سنارة فبدأت السمكة تحرك، تقول بسم الله، هل يجب وجوبا؟ لا شرعا ما يجب شرعا عموما، ولا يسن أيضا، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ميتة، صح؟ قال: الطهور ماءه الحل ميتته. فالأصل أنها تخرج. جميع ما في البحر، طبعا اللي في البحر ينقسم إلى قسمين، فيه ما يعيش في البر ويعيش في البحر، برمائي هذا مثل السلحفاة، تمساح، البطريق ونحوه، وفيه ما يعيش في البحر وحده، فهو من حيوانات البحر مثل السمك عموما والأخطبوط والربيان وغيره. فهذا الأصل فيه أنه إذا خرج ومات من نفسه فإنه يجوز أكله. طيب هل هذا يعني أيضا لو أنك تمشي الآن على الشاطئ في البحر مثلا، ورأيت سمكة طافية على جانب البحر
وميتة، يجوز تأخذها وتأكلها؟ نعم. ما صدتها وجدتها طافية ميتة، نعم يجوز تأكلها؟ مطلقا يجوز تأكلها ولا في شرط؟ إنك طبعا ما كانت فاسدة يا شيخ. أحسن، إذا ما كانت فاسدة، إذا ما كانت فاسدة يعني فيعتبر تحريم أكلها ليس لأنها ميتة، إنما لأجل فسادها ومضرتها على الإنسان، والإنسان ممنوع أن يأكل شيئا ضارا به. قال الحل ميتته. استثنى بعض أهل العلم أنواعا من الأسماك، قالوا إنها شبيهة بقوله عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، لما ذكر لنا التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وكيه، فهو أصل عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربي. فلما ذكر لنا تحريم كل ذي ناب من السباع، قاس بعض أهل العلم عليها السمك اللي يسمونه باللغة العربية الفصحى الكوسج، سمك الكوسج، وهو السمك الذي له منقار مثل المنشار، مثل المنشار. قالوا هذا يا شيخ يعني القرش؟ لا، القرش يختلف. هذا لأنه أساسا قالوا هذه عدة أنياب، حقيقة نسيت يعني التفصيل الذي ذكروا، وإن كان بعض العلم يقول لا، بل مطلقا كل أسماك البحر جائزة، وكل ذي ناب المقصود به الذي في البر وليس في البحر. سؤال الشيخ، إذا كانت السمكة مثلا يعني حية وأول ما طلعناها في البحر، ترى الصوت هذا يمنعني أني أسمعك، ارفع صوتك. فيها روح، لما صدناها فيها روح وعطيناها على طول على الضوء. جميل، لو أحسنت، هذا سؤال جيد. الآن في بعض المطاعم تجد فعلا يكون عندهم حوض سمك، هو يسأل يقول لو حطيناها مباشرة على النار للشواء أو وضعناها في الزيت المقلي وهي حية، إيش رأيكم في هذا؟ نفس الشيء، لو ماتت يا شيخ أكلنا. أي بس فرق الآن، ليست المسألة على المسألة في التعذيب. أي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. فإذا أخذها وهي حية ووضعها في هذا، بل إنني رأيت مرة من المرات نقل في التلفاز بعض المطاعم، تخيل أنهم أخرجوها من الحوض الذي في المطعم وطبخوها ثم وضعوها بين يديه وهي لا تزال تحرك فمها، ما ماتت. صحيح، يعني من سرعة القلي طبعا، ويبدو أن القلي كان يعني مشي حالك بس بسرعة، فحقيقة أنا يبدو لي أنه من التعذيب، يبدو لي من التعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فالأصل أن ينتظر حتى تموت ثم بعد ذلك. العجيب سبحان الله يا أخي، يعني قرأت مرة تقرير عن بعض الدول تمنع النحر الإسلامي، يعني الآن لما تمسك الشاة ولا كذا وبسم الله الله أكبر وتنحرها وينطلق الدم ثم يصبح النحر حلال، اللي هو الذكاة الشرعية، فيمنعونه، يقولون هذا فيه تعذيب للحيوان، يقولون فيه تعذيب. أن إذا أردت أن تذبحها أن تقتلها أول شيء بالكهرباء أو كذا ثم بعد ذلك تنحرها حتى ما تعذبها، ثم هم يأذنون بتعذيب السمك بهذه الطريقة. صارت المسألة ليست لأنها نحر وما نحر، مسألة يعني حرب على الدين نفسه. حتى ثيران الشيخ يعني يستخدمونها، يعني هم يعذبون الحيوانات. أحسن، يضرب على الرأس أحيانا، يضربون على الرأس. الحين في البحر إحنا. طيب خلنا بأحكام البحر صدقت. في نوع من السمك يا شيخ ذكروا عنه أيضا في أحد القنوات يعني أنها سام، هل يجوز أكله؟ طبعا إذا كان يعني تأكله، يعني حتى يعني يحط لك هذا تأكله بكميات معينة بس ما يأثر على جسمه، اللي هو بيأثر سام يعني. لا، إذا كان سام ما يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز إذا كان السمك إذا كان ساما أو مضرا بأي نوع من الضرر لا يجوز أكله. نحن نتكلم عن ميتة البحر أنها يجوز أكلها، أما إذا كان ضارا فالله سبحانه وتعالى نهى عن كل ما يضر الإنسان، ولا يجوز شرعا أن يأكل الإنسان أي شيء ضار، حتى لو لم يرد في النص. لو عندك لحم عادي، اللحم العادي لا يجوز أكله إذا كان متغيرا أو ضارا أو نحو ذلك. بالنسبة للقبلة يا شيخ، جميل، هذا سؤال جيد. القبلة يعني المركبة تحرك، كيف نصلي؟ جميل. طبعا في السابق كانت هذه مشكلة، القبلة أصلا في معرفة القبلة كانوا يتحيرون، أي في معرفة الاتجاه، وكانوا يعتمدون غالبا على النجوم والشمس والقمر ونحو ذلك.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم وانصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا